تنامي أعداد اللاجئين الأثيوبيين الفارين من جحيم الحرب شكل عبئا ثقيلا ليس على السلطات السودانية فحسب، بل على المجتمع المستضيف. فالدخول شبه اليومي للاجئين والظرف الاقتصادي الضاغط وضعف مساهمة المجتمع الدولي، كل ذلك دفع حكومة القضارف للجهر علنا مطالبة المنظمات الدولية بالمزيد لصالح المجتمع المستضيف. مجتمعاتنا دي دائرة حماية، دائرة حماية في خدماتها دي، دائرة حماية في 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 الشيء ماشي جنب هذا بتعاين فيه وما لاقى منه حاجة. احنا ما بنطلب إغاثة، احنا ما بنشحد، احنا ما قلنا دايرين لمواطن حاجة يدو ياكل ولا يشرب. ما تدو، بس انا اقول لكم ما تدو، بس كان دايرين تدو ما تدو، لقطوا قرشة دايرين تدو اللي ده عملوا لينا في رنين مغناطيسي، في أشعة مقطعية، في إزعاف، في عربية للتعليم، في موية، في حاجات زي دي. ولعل الأعداد الكبيرة من المنظمات الدولية والوطنية المنتشرة في مراكز الاستقبال والمعسكرات الثلاثة تشكل علامة استفهام للمواطن والسلطات، فحجم مردودها على الأرض لا يتناسب إمكانياتها. حسينا نحن من خلال العمل إنه المجتمعات المستضيفة لسه بعيدة من الخدمات بصورتها الكاملة، من شغل بتاع مدارس، مراكز صحية، شغل صحة، شغل بيئة. لذلك جاءت الفكرة بتاعت المنبر الإعلامي، وواحدة من مخرجاته إنه الآن حصل تفاهم كبير ما بين المنظمات الوطنية والدولية في إنه يحصل تنسيق كامل ما بينهم في تقديم الخدمات على مستوى المجتمعات المستضيفة. واحدة من المخرجات أيضا إنه تم التداول والتفاكر حول مؤتمر يجمع المنظمات الدولية مع المنظمات الوطنية بجانب القطاع الحكومي بالخروج بواجهة بتاعة طريق لتقديم الخدمات داخل المعسكرات والمجتمعات المستضيفة. معتمدية اللاجئين قالت إن تنسيقا بينها والمفوضية السامية وحكومة ولاية القضارف سيسرع من إيقاع العمل ويعود بالفائدة المنظورة على المجتمعات المستضيفة وفي أسرع وقت. واحدة من المتوصيات والمخرجات المهمة جدا اللي هو تكوين لجنة استشارية اختصاص الأساسي هو كل ما يدور فيما يخص اللاجئين. واحدة برضو من المحاور المهمة التي ذكرها السيد الوالي، وواحدة من التوصيات المهمة إنه تم تشكيل لجنة عليا اختصاص الأساسي هو وضع خارطة الطريق تتمثل في كيفية دعم المجتمعات المضيفة بولاية القضارف. هذه القضية والتي تعتبر من الأهمية بمكان وجدت حيزا من النقاش خلال منبر إدارة الإعلام بولاية القضارف الذي خرج بتوصيات من شأنها إن رأت النور أن تحدث تغييرا إيجابيا في العلاقة بين المنظمات والمجتمعات المستضيفة.